أكد تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم أن الحكومة المقبلة ستشكل وفق المعطيات التي طرحتها المرجعية الدينية في معد التحالف مع السياسيين المتهمين بالفساد وقتل المدنيين بوصمة عار. وقال عضو التيار محمد اللجاش في تصريح صحفي أن الحكومة المقبلة ستترأسها شخصية شجاعة وقوية دون الخضوع للضغوط الخارجية، وهو ما أكدت عليه المرجعية الدينية، لافتا إلى أن الحكمة وسائرون والوطنية والنصر يسعون إلى تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الضغط الخارجي وأشراك القتلة والفاسدين فيها.